معي مباشرة من دير البلح من وسط قطاع غزة مراسل الحدث أسامة الكحلوت. أسامة، خارطة الاستهدافات العسكرية الإسرائيلية بالصواريخ ملامحها واسعة عندما نتحدث عن جباليا شمالا وربما أيضا وسط القطاع وصولا لمنطقة الجنوب في خان يونس. نعم، تركزت هذه الخارطة منذ ساعات صباح هذا اليوم كما هو الحال قبل يومين في مدينة خان يونس، تحديدا في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، لأن الجيش الإسرائيلي أبلغ سكان هذه المنطقة بالنزوح والإخلاء لمنازلهم والتوجه إلى منطقة مواصي مدينة خان يونس. وبعدها بدأ الجيش بالتوغل بريا بمرافق الجرافات مصفحة، وقام بعملية تجريف لعدد كبير من المنازل في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، هذا بالتزامن مع القصف المدفعي والقصف من طيران الحرب الإسرائيلي لمجموعة من المنازل، مع العلم أن غالبية السكان في المنطقة الشرقية نزحوا من منازلهم تحت الكثافة النارية واستخدام الجيش الإسرائيلي أحزمة نارية وقصف مدفعي اتجاه السكان قبل أن يبلغهم بعملية الإخلاء. وبالتالي كان هناك خروج لما يقارب من ربع مليون فلسطيني من منازلهم في المنطقة الشرقية من مدينة خلوس باتجاه منطقة المواصي. نتحدث هنا عن منطقة بني سهيلة، منطقة الزنة، منطقة خزاعة، منطقة معان، منطقة وربنستيل، كل هذه الأحياء الرئيسية في المنطقة الشرقية الآن تتعرض لقصف مدفع متواصل، بالإضافة لوجود جنود قناصة يعتلوا أسطح المنازل المرتفعة ويطلقوا النار على كل من يتحرك، حتى أن قذائف المدفعية وصلت إلى مدرسة إيواء في منطقة بني سهيلة وهناك عدد كبير من الإصابات والضحايا. حتى هذه اللحظة لم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم، بالإضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي أيضا قصف صباح هذا اليوم منزلا لعائلة عبد النبي في منطقة الجرن وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وهناك 5 ضحايا وعدد كبير من الإصابات نقلوا إلى مستشفى الأندونيسي في منطقة شمال قطاع غزة. الجيش منذ عدة أيام وحتى هذه اللحظة يمارس عملية نسف كبير للمنازل والأحياء، بالإضافة إلى أن هذا العمل ممارس في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس من خلال نسف المنازل. أيضا هذه السياسة الآن متبعة في المنطقة الغربية لمدينة رفح، سواء كان في منطقة تل السلطان أو منطقة الحي السعودي، كل هذه المناطق الآن تتعرض لقصف مدفع متواصل، بالإضافة إلى عملية نسف مربعات بأكملها في المنطقة الغربية، مع العلم أن الجيش الإسرائيلي يمارس هذه العملية وعملية نسف المنازل منذ عدة أيام في المنطقة الغربية لمدينة رفح. نحن الآن نشاهد مع هذه الإفادة لك أسامة هذه الصور المباشرة التي تصل إلى غرفة الأخبار. إذن ما نشاهده يؤشر إذن إلى استمرار القصف الإسرائيلي على مجموعة من المناطق في قطاع غزة من شماله إلى جنوبه بحسب ما ذكرت أيضا أنت أسامة. طيب أسامة، هذا الحراك العسكري الإسرائيلي كيف يتسق وينسجم مع تمهيد متعلق بالمرحلة الثالثة للحملة والحرب الإسرائيلية على القطاع؟ يعني نتحدث على أن الجيش الإسرائيلي منذ عدة أسابيع قال أنه دخل المرحلة الثالثة من العملية العسكرية على قطاع غزة، والتي ستكون فيها ضربات مركزة باستهداف أشخاص ادعى أنهم مطلوبين لإسرائيل، وبالتالي ستكون العمليات مركزة تجاه لكن أشخاص. لا يتضح يعني حتى من خلال ما ذكرته أسامة، إذا سمحت لي هنا أسامة، يعني لا يتضح لا من خلال ما تذكره لا حتى من خلال ما يعني يؤشر إليه واقع الميدان أن الاستهدافات الإسرائيلية مركزة ويعني ممنهجة ومدروسة. إذا ما نظرنا للأعداد، إذا ما نظرنا للاستهدافات لدمار المباني وما إلى ذلك. نعم بالفعل، كما تحدثت الجيش الإسرائيلي خدع العالم بأنه دخل المرحلة الثالثة من خلال الضربات المركزة، ولكن ما فعله عمليا هو الدخول في مرحلة مجازر من خلال استهداف مدارس الإيواء، والتي كان أكثرها خلال الأسبوعين الأخيرات في منطقة مخيم النصرات. تم استهداف 6 مدارس إيواء في مخيم النصرات، خلفت سقوط أكثر من 100 ضحية في هذه الاستهدافات، وهذا ما نشهده من خلال استهداف مركز للعائلات والاستهداف مركز لمدارس الإيواء واستمرار قصف المنازل على رأس الساكنين
وغالبيتها مأخولة بالسكان بدون سابق إنذار، بالإضافة إلى استمرار الجيش الإسرائيلي لعملية التوغل البري. نتحدث هنا الآن عن استكمال الجيش الإسرائيلي السيطرة على مدينة رفح، والآن محاولات لتدمير كل منازل في المنطقة الغربية لمدينة رفح، والآن الجيش الإسرائيلي بات يتوغل كليا في منطقة شرق مدينة خان يونس وسط تهجير كل السكان وتدمير المباني في المنطقة الشرقية، وبالإضافة للدخول البري الآن الجيش الإسرائيلي متواجد في منطقة القرارة ويطلق النار على كل السكان الأحياء، حتى أن السكان هناك باتوا يرسلوا مناشدات ويناشدوا الصليب الأحمر من أجل التدخل لإنقاذ حياتهم وأخراجهم من المناطق التي حاصرها الجيش الإسرائيلي، مع العلم أن الجيش حتى هذه اللحظة أيضا يطلق قذائف مدفعية في المنطقة الشمالية للمنطقة الوسطى، تحديدا في منطقة شمال مخيم نصرة. العملية العسكرية تتوسع وليس تتقلص بناء على ما تحدث به الجيش الإسرائيلي بأنها مرحلة ثالثة فيها ضربات مركزة، بل هناك مجازة في المرحلة الثالثة أو عن جانب الفصائل الفلسطينية المقاتلة على الأرض أيضا. صورة أين يتركز هذا القتال وما حجم ما تصفه الفصائل بالكمائن والعمليات المركبة تجاه الجيش الإسرائيلي؟ يعني آخر بيان رصدناه للفصائل الفلسطينية كان لكتائب شهداء الأقصى بأنها استهدفت مركزا لقيادة الجيش الإسرائيلي في منطقة نتسارين في المنطقة الواقعة في المنطقة الجنوبية لمدينة غزة. هذه المنطقة فيها 4 مواقع عسكرية إسرائيلية شيدتها الدبابات والجنود الإسرائيليين في هذه المنطقة، وعملت منها مقرا للجيش الإسرائيلي ومقر العمليات، ومنها تنطلق باتجاه مدينة غزة ومنها تنطلق باتجاه منطقة مخيم النصرات وهنا وسط قطاع غزة. قبل قليل تم استهدافها بمجموعة من صواريخ 107 من كتائب شهداء الأقصى، وسبق ذلك أيضا كتائب القسام وسرايا القدس أيضا تطلق قذائفها خاصة قذائف الهاون باتجاه مراكز تجمع الدبابات خاصة في المنطقة الشرقية لمدينة رفح وفي منطقة وسط مدينة رفح. هناك الجيش يتخذ عدة مواقع في المنطقة الجنوبية لمدينة رفح على اعتبار أنها منطقة آمنة ومنطقة حدودية، وهناك يقيم مركز العمليات والتنقل يتقدم باتجاه قلب مدينة رفح، يجري عمليات وعمليات نسف منازل ثم ينسحب باتجاه مركز قيادة في المنطقة الجنوبية. هناك تم استهداف هذه المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي بعدد كبير من قذائف الهاون والأسلحة القوسية من الفصائل، بالإضافة لاستهداف صباح هذا اليوم للجنود الإسرائيليين وتجمع للدبابات في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس. هذه كانت آخر بيانات وصلتنا من الفصائل الفلسطينية منذ ساعات صباح هذا اليوم باستهداف مراكز قيادة الجيش الإسرائيلي سواء كان على محور نتسارين أو في شرقي شرق رفح وخان يونس. إذن من دير البلح وسط قطاع غزة، مراسل الحدث أسامة الكحلوت، شكرا جزيلا يا أسامة.